بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدني علما. نستمر بما بدأنا به سابقا، حيث شرحنا في الفيديو السابق الأمس بلانر، وتكلمنا وتطرقنا عليه وشرحنا أهم المميزات اللي يمكن الطالب يستفيد منها. في هذا الفيديو راح نتكلم عن المايكروسوفت فورمز. طبعا أنا وضحت في الفيديو السابق أنه تستطيع تدخل من office.com وتضغط على التسع نقاط هذه، ثم تروح لـ apps، ممكن تضغط على expand أو حتى تكتب search هنا اسم التطبيق اللي تريده، فيسم explorers بيظهر لك كل التطبيقات كما أنا الحين فاتح. طبعا أنا هنا عندي أريد form. طبعا هنا يوضح لي أن create الفورمز عبارة عن create survey، تستطيع أن تعمل استبانة لتعرف الاستبانة الناس عن حاجة معينة، كويزز وإلى آخره. أضغط على فورمز. طبعا لما أضغط على فورم فعندي هذا الفورمز اللي أنا اشتغلت عليها آخر مرة مثلا. تمام، يظهر لي الفورمز اللي أنا اشتغلت عليها. عندي البينت. طبعا البينت بما معناه ان نريد بعض الفورمز انا ما اريد ابحث عنها في هذه المعمعة الكبيرة، ولكن اريد تكون دائما موجودة اقدر القاها مباشرة، فكأني اعملها افضلها عن الباقي. فاجي هنا واعمل رايت كليك على الثلاث نقاط هذه، ثم اضغط على اد تو بينت. لاحظ لما ضغطتها خلاص كانت موجودة، يعني الحين انا ما محتاج ابحث عنها هنا، اريد تكون موجودة عندي هنا. لا اروح مرة ثانية، اضغط مثلا على هذه رايت كليك اد تو بين، اضغط عليها اروح البين احصلها موجوده عندي. شير وذ مي هي الفورمز اللي تم مشاركتها معي، يعني ما انا عاملها، حد شاركها معي. تمام، هذه الفكره نوضحها. عندي هنا لما اروح فورم عندي نيو كويز وعندي فورم. خلينا نختار على نيو كويز. من نيو كويز راح اتعلم عدة حاجات في الفورم واضافات داخل الكويز. زين، فتحت انا على الكويز، على الكويز هنا، واريد اكتب مثلا فاينل اكزام مثلا. ممكن اعمل ديسكريبشن، نعم ممكن اعمل ديسكريبشن واكتب كلام كثير حسب ما اريد. ممكن اعمل اضغط من هنا واحط صورة من الون درايف، او اعمل ابلود اي صورة موجودة عندي هنا واحطها تكون موجوده هنا عادي. لاحظ ممكن احط صوره اذا اردت. اعمل اد تاسك او اعمل اد نيو كوتشن. فعندي تشويس، طبعا هذه متعدده الاختيارات او الاختيارات بشكل عام، تاسك السير القصيره والطويله، ريليت اللي هي تحدد انه مثلا حسب انه والله هذا السؤال من 5 و1 او كذا حسب كذا موجود. الديت اذا كنت تريد تعمل تاريخ، عندك اللينكر، عندك الابلود فايلز والى اخره. زين، خلينا نذهب الى السؤال الاول. خلينا نختار تشويس. لما اجي تشويس، لو انا كتبت مثلا Q1 أساسنا الكوستشن 1، فسويت A بعدين B، ممكن أضغط على هذا الخيار أو أضغط Enter من الكيبورد مباشرة فيقول لي C، Enter من الكيبورد مباشرة ثم يقول لي D، فأنا قدرت أعمل خيارات موجودة. لاحظ لما أختار على A يجيني هنا Option اللي هو هذا، ممكن أعمل مسج للسؤال أو ممكن أعمل له ريموف. طبعا هذا الإجابة هذه أريد أعملها مسج، ممكن اعملها كما قلت ريموف. تمام، الاوبشن اللي هنا ان انا اريد احدد والله الاجابه تكون هذه. زين، اذا اريد اجابتين هل اقدر اضغط على سي؟ ما صارت. ليش؟ لان هذا الاجابه واحده، لكن اذا كنت اريد مولتي انسر فاختار على هذا الاوبشن واقدر احط 3 اجابات، اجابتين، 4 اجابات حسب ما اريد. تمام، فلازم افعل خيار ملتي انسر. زين، اذا كنت اريد السؤال يكون في صوره اختار اضغط على الصوره، او ايضا اقدر اضيف فيديو اذا كان لك فيديو. مثلا انت حاط اوديو ليسننج لكن
تريد ان يعرض الناس ممكن تحطه ك اوديو لكن بصيغه الفيديو ام بي 4 ولكن راح يعرض لكذا. يعني لازم يكون بصيغه الفيديو وليس الاوديو، لكن انت ممكن تحط الاوديو كصيغه فيديو وخلاص. تمام، لما اضغط على فيديو بس اجيب اللهم اد لينك، اجيب اللهم لينك من اليوتيوب مثلا وكذا. طبعا لازم يكون هو لينك من اليوتيوب، انك ترفعه في اليوتيوب ثم تحط اللينك او في المايكروسوفت ستريم، تحطه في المايكروسوفت ستريم وتعمل له ريكورد او تحطه يوتيوب فيديو ثم تحط تجيب اللينك. اما الايمج فطبعا تقدر تجيب انسرت ايمج من من من, من في, في البحث مثلا، تريد صوره عن مثلا اي صوره عمان مثلا، فلما اعمل بحثنا بتجيني صور وكذا لعمان، او اجيبها من صور من وين درايف او اجيبها ابلود من الكمبيوتر. وضحنا النقطة. عندنا البوينت، بوينت طبعا تريد تحدد ان السؤال يكون من 5 درجات او من درجة او حسب ما تريد. الريكوايرد انه يجب اجابة هذا السؤال، يجب ان يتم اجابة هذا السؤال، والا انك ما تقدر تعمل سبميت او تسليم للاختبار. عندي 3 نقاط موجودة هنا، عندي شفل اوبشن، شفل اوبشن ما معناه الانسر راح تتلخبط الاجابات. عندي الماث، الماث راح تكون لأسئلة الماث. لاحظ لما ضغط على كلمة ماث يعني هذه الفانكشن، هذه العلامة كأني اعمل فورمولا والى اخره. تمام، اخذ الماث. طبعا خيار سبتايتل، وهذا ممكن أن ازيد السبتايتل اذا 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 اردت، أنا ما اريد يكون في سبتايتل. واد برانش بما معنى انه اريد اجاوب هذا السؤال، هذا الحاجة يشدني لا مكان اخر. يعني مثلا لو جابت الجواب هذا الجوابين الصحيحة بيشلني الى مكان اخر، هذا راح نقربه بعد شوية. تمام، خلينا نضيف سؤال اخر، نحط سؤال اخر. انا اخترت على السؤال، ولكن هذا انا ما اريد يكون في تحت، اريد يكون فوق فقط. اضغط على هذه الاوبشن اني احطه مو فوق، او حتى كاني اسحبه. لاحظ انت الحين لما اختار على السؤال هذا في تجيني 9 نقاط كاني اسحب على تحت فقط. لاحظ اسحبه على تحت او اضغط على السهمين. لاحظ اضغط على السهمين كذا، انا قدرت اسوي الاسئله وارجعه تحت عشانك واتشين 1 وهذا واتشين 2. تمام، خلينا نسوي كابيتال لتر، وخلينا نسوي هنا مثلا اي بي سي دي كذا مثلا. انزين، انا عندي السؤال، والله انا عندي اكثر عن سؤال بنفس الآلية او بنفس الفكرة، هو عبارة عن مولتي اوبشن، فممكن اضغط عليه واختار على كوبي. لاحظ لما ضغطت على كوبي، لاحظ يعني السؤال الاول يعني السؤال رقم مثلا 3، شوف ضغطت على كوبي جي، ضغطت على كوبي جي. لاحظ بنقل هذا فوق لان اريد 1 2 3. تمام، طبعا اذا اخترت على السؤال مثلا هذا السؤال وضغطت على نفس الشيء 3 نقاط كما قلت، فرحت اخترت الدروب داون. وش الدروب داون؟ دروب داون على اساس الاسئله انا اريد تكون ك اجابات بطريقه الدروب داون. خلينا نراويكم اياها. لاحظوا دائما انا لما اريد اعمل اسئله مثلا واريد اني اريد اشوف المعاين، اضغط على كلمه بريفيو هنا، شوف يجيني البريفيو. قبل البريفيو نريد نسوي نقطه، بنروح الى 3 نقاط اللي على جهه اليمين اخر شيء، واروح الى السيتنج. من السيتنج لاحظ هنا في عندي الاوبشن الاول اوبشن فور كويز، ان الدرجات تشوفها بعد ما يخلص الاختبار، يعني اول ما يسوي سبميت مباشره نشوف درجات الصحيحه والغلط. وهذا مفترض ما تعملها اذا انت كنت عامل اختبار لاحد او تقريب. اذا رحت ويل كان فيل اوت ذس فورم،
زين الحين كم يعني هنا هو كان فيل، فانت تقدر تحدد من يكون يعمل فيل. فاذا جينا هنا only people in my organization can or your organization can response، طبعا هنا بيحتاج ان يكتب اسمه one response per person، يعني كل شخص يكون إن راح يعمل ريكورد اسمه، وكل شخص راح يجاوب مره واحده فقط. ممكن اختار على احدد الاشخاص اللي اريدهم، ممكن احدد الاشخاص اللي اريدهم، لكن انا بحطه anyone. anyone معنى اي واحد يجاوب، ولكن انتبه يعني اني كان اني anyone كان response يعني عده مرات يصير response ماشي مشكله، لاحظوا. لكن اذا كان واحد داخل المؤسسه تقدر انت تحطها one response، ولا تقدر تحطها تخوذ الوان سبوس يصير عادي عدة مرات، لكن راح يعمل ريكورد للنيم، أو تزيل أنت ريكورد للنيم، ممكن تحطه فقط only in my organization can be response. لما جيت أحط question response ممكن أعمل accept response، إنزين ممكن أخوذ accept response، لأن الحين خلاص ما أريد الاختبار الجميع يقدر يشوفه حاليا. اعمل ستارت، فاحدد الوقت الستارت واحدد الوقت الاند، يعني متى يبدا الاختبار متى ينتهي الاختبار، تمام. اعمل شفل للكوتشن، فانت تقدر تعمل شفل، شفل بمعنى راح يعمل عشوائيه في الاسئله، فالسؤال الاول يجي تحت والسؤال الثاني يروح فوق وكذا. طبعا تقدر تعمل مسج thank you مثلا، شكرا على انك جاوبت، وانت ولا اقول خلاص تم استلام اجاباتك حسب ما تريد، تمام. respond receipt، هنا اذا ضغط allow receipt for response after submission، انك انت الحين بعد ما تخلص الاختبار تقدر تحط انك يجيك option انك راح تسوي داونلود الاجابات مالك، يعني تجيب تحصل بي دي اف نحن نختارها، وبنختار get email notification. get email notification بما معناه ان انت بعد ما تخلص بديك رسالة انك على مثلا انك انت خلاص انك سلمت كل الاسئلة واجابة يعني وخلصت كل شيء، تمام. خلينا نعمل بعض الخيارات البسيطة، خلينا نسوي شفل عشان نشوف النقطة والكوتشن عادي. ممكن نعمل custom message مثل هذه، فنروح هنا نسوي نعمل بريفيو. لو جيت انا مثلا اخترت اي اجابة اريد اي اجابة اريد اي اجابة، لاحظوا الاسئلة اختلفت، السؤال الثالث جاء اول ثم السؤال الاول ثم السؤال الثاني، هذا عشان الشفل. لاحظوا لما عملت سبميت شوف print or get pdf of answer، يعني ضغطت على هذا راح يجيني الانسر اللي انا عملته بدون اجابة، تمام. راح يظهر لي كبي دي اف وكذا الانسر، لاحظ يجيني كبي دي اف، يعني ممكن تكون اجاباتي خطا ممكن تكون صح وما ظهر لي انك صح وخطا. بالاضافه اذا رحت على ايميلي انا، اذا رحت على ايميلي انا الحين انتظر، لاحظ جاني ايميل، جاني ايميل على اساس انه في عندي انني خلصت الفاينل اكزام هاي اسماعيل كذا كذا كذا، لاحظوا. فهذه هي بعض الخيارات اللي على فقط نفذ. نرجع باك الحين، لاحظ بعد في الريسبونس، يعني في الريسبونس قال لي انه جاب واحد، الافرج حاليا سكور زيرو، ستيتس ممكن تضغط على اكسل وتشوف كل الاجابات، لاحظ ضغط على اكسل فافتح لازم اكسل واشوف الاجابات. كذلك عندي print لما ضع ثلاث نقاط، عندي delete or response يعني إذا كنت حامل حركة اللي هي إنه response مرة واحدة فممكن تسوي delete or response، أو تقدر تعمل delete إذا response واحد أو كذا على حسب، لأنك أنت إذا كان طالب واحد ممكن تحذف ذاك الطالب. تختار على print summary، بعد تفيدك ديليت ريسبونس مثلا تعامل الاختبار وخلاص عندك النتائج وعاملها داونلود، ممكن تحذفها تسوي نفس الاختبار مع التعديلات وتنصح الناس. لاحظ هنا يقابل لك بعد البرنت سامري اللي انت عامل لعمل الطالب، لما تروح بوست
خلينا اروح مره ثانيه على سبورت. لما اضغط على البوست سكور لاحظ بيجي يقول لي والله عندك انت الطالب الفلاني، ما ذكر اسمك لانه حاط اني وانا ممكن بريفيو، لاحظ يقول لك الاجابات اللي اجابتك خطا او اجابتك صح او الى اخره. تمام كذا اروح باك، لاحظ اروح باك. زين، فهذه هي عدة خيارات ممكن استفيد منها انت كمدرس. كذلك وش الاشياء المهمة هنا في الكويتشن؟ ممكن اجي انا مثلا الحين ما معطينا اي اجابة فهو جاوب على السؤال، فممكن انا احدد الاجابة صحيحة، ممكن اعطيه النتيجة فيما بعد، ممكن احدد. السؤال الثالث انا ما حددت النقاط وزلت خلاص. السؤال الثاني ممكن انا ما حددت فهم شيء، انك تقدر تشوف الاجابات. لاحظ لما تضغط كذا بعد يسهلك في انك تشوف الاجابات. طبعا اذا تريد تعمل ثيم تضغط على ثيم وتحدد الثيم اللي تريده، مثلا تريده باللون المعين، تريده مثلا يكون في خلفية، تريد تختار الصورة اللي تريدها بالحجم اللي تريده، تريد تختار ألوان، تريد تختار صورة من الصور عن طريق البحث عن طريق أبلود أو حسب ما تريد. طبعا بس انتبه على الصورة على أساس لما تكون جودتها عالية يمكن راح تشوفها مقصوصة شوية أو كذا. collect response أو collect responses. لما أجي هنا مثلا أريد أعمل send للكولكت، اريد اعمل هذا الريسبونس مثلا ارسلها الى مثلا people in my organization او specified اشخاص معينين ارسلهم هذا مثلا هذا الريسبونس، يقدر يشوف الريسبونس. يعني انت كأن شخص تعمل له شير ويقدر يشوف الريسبونس معك، فممكن تحدد اشخاص او اي واحد تريده وتعطيه فقط اي واحد يكون عند اللينك، تضغط على الشيرت لينك واي واحد عند اللينك. او مثلا كما قلنا تضغط على response هنا وتعمل one people in my organization او specified people in my organization can response. تمام، اقدر ترسلنا ايميل. نعم تقدر ترسلنا ايميل، تقدر تحطه ك اللي هي ال QR code او عن طريق الايفون بال HTML. تمام، هذه طرق معينة للرسبونس. ننتقل الحين إلى السكشن. طبعا وش هو السكشن؟ أنت حاليا أحيانا تريد تعمل مثلا فورم أو كويز، وفي أقسام. يعني في القسم الأول راح يكون مثلا إذا جينك أسئلة، إذا كان مثلا ريدنج، القسم الثاني ليسنينج، الثالث رايتنج مثلا، أو إذا عندك فورم تعمل انترو انفورميشن، بعدين ننتقل إلى السكشن الثاني وإلى آخره. تمام، كيف نعمل هذا؟ نضغط على السؤال هنا واروح على هاي الثلاث نقاط، وممكن اعمل اد برانش. لما اعمل على البرانش هنا اقدر احدد السكاشن اللي انا اريدها. يعني مثلا اريد انا الحين انه لما اخلص السؤال الاول تمام انتقل للسؤال الثاني، ولما هنا اجي تحت لما اخلص السؤال الثاني هنا انتقل الى السؤال الثالث، ولما اخلص هنا طبعا يروح وايش end of the form. اذا عملنا الحين فيو باك، عملنا فيو لاحظ ان انت اذا خلصت السؤال الاول تنتقل الى السؤال الثاني وانتقل للسؤال الثالث. يعني السؤال الثالث كان مخفي فانتقل للسؤال الثالث. خلينا نعدل لان في كان حاجه بسيطه خطا، خلينا نتاكد فقط ان امورنا طيبه. اعمل اد برانش، ايوه صحيح ايوه تمام. هاي طريقه من الطرق اللي تكلمنا عنها الحين، انه انت تختار السكشن اللي تريده ينتقل للثاني، الثاني يفتح لك الثالث. زين، إذا كيف ليش أنت شفت جات سنتين؟ ممكن تتغير فقط اللهم هنا، بتيجي تغير السؤال بتخليه one answer، بتروح أنت مرة ثانية تعمل view
خلينا راح باك أعدل فقط على الفيو والانسر بعد برانش طبعا حطيته والانسر راح اروح بوتشين 2 بوتشين 2 بوتشين 2 يعمل باك يعمل فيو. لاحظ كان السؤال الأول إذا اخترت هنا يجيني السؤال الثاني، إذا اخترت هنا يجيني السؤال الثالث، بس لأن فقط كانت الموضوع نوع السؤال. زين أروح باك. زين ما أريد كذا، أنا أريد شيء آخر. إذا تريد شيء آخر تضغط مثلا هنا بتعمل insert، بتروح إلى هذه السهم الصغير بتحط حاجة يسموها section. لما تجي section بكتب مثلا هنا intro، بعدين اجي مرة ثانية هنا بروح الى السهم الاخر بروح اسوي add branch، بقول مثلا انا اريد لما اجي هنا مثلا ايوه اروح back، لما اضغط على السؤال اروح الى الثلاث نقاط اضغط كأني اريد اعمل ايوه اضغط هنا اعمل add branch فاحدد اي سكشن يريد يروح يعني. فالحين هذا انترو السكشن الاول. زين لو رحت انا مره ثانيه خليني اعدل على هذه لحظه اروح باك هاي سكشن 1 اجي انسرت هنا سكشن 2 يمكن قلنا انترو هنا كوتشن مثلا 1 بعدين انسرت هنا انسرت طبعا هنا انترو او حتى نسميها كوتشن 1 احسن كوتشن 1 ونجي تحت نسميها كوتشن 2 والثالثة نسميها كوتشن 3 ايوه ونسميها question 3 طبعا هنا عندي هذا وعندي هنا خلينا انقل هذا الى question 2 هذا نقله الى section 2 وخليته section 1 وكذا تمام. الحين لو عملت preview لاحظوا جاني السؤال اللي هو كوتشن 1 اختار مثلا على البي مثلا نيكست يجي السؤال الثاني نيكست يجي السؤال الثالث نيكست اشوف سويت سبميت كذا قدر يعطيني السكاشن. زين لو انا اريد العب بالسكاشن بطريقه افضل خلينا نعدل شوي هنا ونحطها مثلا اذا A يشيل لك مكان اذا B يشيل لك مكان اذا C يشيل لك مكان اذا D يشيل لك مكان. فلو جيت انا هنا وزدت كوتشن 3 وزدت دوبليكيت واضفت هنا كذلك سكشن كوتشن 4 تمام وبعدين سحبت هذا السؤال الى كوتشن 4 الى سكشن 4. لو رحت انا مثلا على السؤال الاول وعملت add branch وعملت add branch لاحظ فاذا اخترت السؤال الاول يشيلني section 2 واذا اخترت السؤال الثاني يشيلني section 3 واذا اخترت السؤال الثالث يشيلني section 4 واذا اخترت الرابع بخلي on end of the form مثلا. بعمل back بعمل preview لاحظ اذا اخترت section الاول عملت next يشيلني ويش سكشن 2 اذا عملت سكشن بي سويت نيكس يشيلني كوتشن 3 واذا ضغطت سي عملت نيكس يشيلني كوتشن 4 واذا عملت دي عمل سبميت فاكون خلص. لاحظوا كيف هذه السكشن وفي فكرتي طبعا انك في افكار كثيره ممكن تستخدمها في السكشن بس هذه كفكره سريعه. طبعا يمكن استخدام ايضا الفورمز مع التيم فإذا رحنا على مثلا كلاس A هذا التيم اللي أنا عندي
وأضفت مثلا هنا طبعا أضفت هنا عبارة عن فوم، أضغط على هاي الزايد وبحصل أمامي لما أجي ممكن أكتب كلمة في السيرش فوم أو أني أحصلها أمامي فومز أختار عليها، وممكن أجيب أكتب فوم جديدة مثل تيم وأعمل سيف وبتظهر لي فوم أقدر أنا أشتغل عليها، أو أنه أروح نفس الشيء مرة ثانية على الفوم وأختار على existing form وحصل هنا الفورمز اللي كنت عاملها سابقا. تمام. أيضا في الأسايمنت في الكلاسز في الأسايمنت تقدر تضيف فورم من خلال create وتضيف quiz، فتقدر تضيف أنت quiz وتحدد الquiz اللي تريده. تمام. هذه استفادة فورم من داخل برنامج التيم. طبعا هذه عدد من الخيارات اللي استخدمتها في الفورم. طبعا انت ممكن تستخدم فورم في برامج اخرى، ولكن هذا يحتاج يعني تستخدمه وتجرب معه، لان الفورم ايضا مش حاجة صغيرة واستخداماتها كثيرة. فاتمنى يكون في هذا الفيديو استطعت ان اوصلكم الفكرة بطريقة جيدة وفهمت الفورم بالطريقة الصحيحة. جزاكم الله خير ونلتقي في الفيديو القادم.